غفر الله ذنبك يا شيخ. الآن العمال الأتراك السوريين، العمال الأتراك السوريين يكونون نصيرية ويكتب في جوازاتهم وقاماتهم من المسلمين، ويعملون في الملاحم وغيرها مطابخ. هل يجوز يا شيخ أكل ذبائحهم؟ النصيرية وغيرهم من أهل البدع ينظر في بدعتهم، إذا كانت بدعتهم تكفر فإنه لا يجوز أكل ذبائحهم، لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار إلا أهل الكتاب اليهود والنصارى. وأما إذا كانت البدعة لا تكفر فلا بأس أن تؤكل ذبائحهم، لكن غيرهم أولى منهم حتى وإن كانت البدعة لا تكفر. ما يذكر شيخ الإسلام عن النصيرية؟ شيخ الإسلام الظاهر أنه يكفرهم، الظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يكفرهم، لكن فإذا كانوا من القوم الكفار كما قلت لك لا تحل ذبيحتهم.